تايمرز، وكان في ثلاثة بيسك فانكشنز للتايمرز قلناهم على السريع كده، اللي هي الانبوت كابتشر أول واحدة، والثانية الاوتبوت كومبير، والأخيرة كانت الباس ويدث موديوليشن. وبدأنا المثال اللي هو how to use the input capture to measure time. To measure time. measure time يعني مش معناها measure time اللي هو يعني real time clock. لا، measure time يعني عندك مثلا pulse وعايز تعمل measurement للwidth بتاع pulse دي، يعني time width. كذلك بتستخدم في measuring الفريكونسي، لان ميجر التايم بيريود هو نفسه يعني equivalent لميجرمنت للفريكونسي. فالسلايد لسه شفت الفيديو بتاع اخر محاضره، اخره خالص كان في السلايد دي، هي دي اللي ناقشناها. قلنا how to measure الويت بتاع events بتحصل، يبدي الانبوت سيجنال اهي، ودي الايفنتس. الايفنتس عباره عن الايدجز دول، عايز تعد عدد الايفنتس، عدد الايدجز في فيكست بيريود اوف تايم، تايم كابيتال تي انت محدده، عايز تعرف الايفنت دي حصلت كم مره في البيريود دي. لو البيريود دي التايم بتاعها تي بيساوي يونت تايم، يونت اوف تايم، فبالتالي عدد الايفنتس دول بيمثل الفريكوينسي بتاعه السيجنال دي. دول خطوات اللي مفروض نتبعها لو عايزين نعمل ميجرمنت للفريكوينسي لويف فورم. الويف فورم دي قد تكون باينري وقد تكون اي ويف فورم تانية مش باينري. ادي الباينري ويف فورم 1 و 0 بس، it has two levels. لكن الانالوج سيجنال دي زي الساينوسويد ده ممكن يأسيوم اي value different than then مش بياخد values مش two levels بس. Values not just two levels. فعشان نقدر نعمل measurement باستخدام التايمر هنحولها في الأول إلى binary waveform عن طريق الانالوج comparator. الانالوج comparator ده مثلا لو احنا حطينا الطرف الآخر بتاعه وده ground zero، فهو لو ده بوزيتيف، لو سيجنال بوزيتيف هيطلع 1، لو سيجنال نوت بوزيتيف هيطلع 0. فهو في نص البيريود بتاعت الساينوسويد ده بيطلع 1 وفي النص الثاني بيطلع 0. لو حطيت انت اي فولتج هنا other than ground، فهو لو البوزيتيف انبوت بتاع الكومباريتور ده اعلى من الفاليو دي اللي انت حطيتها، الفولت اللي حطيته هنا، هيطلع 1. لو اقل من كده هيطلع 0.
فالمهم انه في النهايه هتتحول السيجنال اللي هي ليها اي اي شكل زي ساينوسويد او تريانجلر او سوتوث هتتحول الى باينري ويف فورم بقى فيها edges. I will count the edges. الايفنتس بتاعتي هي الايدجز بوزيتيف او نيجاتيف. فازاي نعمل ميجرمنت للفريكوانسي بتاع الباينري ويف فورم دي؟ لو انا هستخدم الانبوت كابتشر تو ميجر الفريكوانسي مفروض ان يكون الفريكوانسي بتاع الويف فورم اللي انا بقيسها دي يكون اعلى من ليفل معين عشان احصل على accuracy وresolution كويس. يعني for high frequencies عشان اعمل measurement للويف فورم ليها high frequency هستخدم الطريقة اللي هنقولها دلوقتي اللي هو measuring الفريكوانسي بتاعها. ليه؟ لان احنا لو كانت الويف فورم دي low frequency من الاصلح to get good resolution and good accuracy ان احنا نميجر البيريودك تايم بتاعها. To measure البيريودك تايم بتاعها يبقى for low frequency waveforms we measure البيريودك تايم. For high frequency waveform we measure الفريكوانسي. الخطوات اللي هي اللي هنا دي يعني يمكن اجملناها في المره اللي فاتت اخر المره اللي فاتت لما قلنا ازاي نعمل ميجرمنت للويدث بتاع بلس. فهتيجي في تو ميجر البيريودك تايم هنا. واما قلنا نعمل ميجرمنت للنمبر اوف ايفنتس في بيريود محدد ده اللي هنتبعه هنا تو ميجر الفريكوانسي بتاعت الويف فورم دي. هنحدد تايم تي كابيتال تي ونقيس عدد الايدجز اللي حصلت في تي. يبقى first we convert the analog waveform إلى binary waveform. الخطوات بقى اللي هي إيه؟ باستخدام الـ input capture mode هنوصل الـ signal دي اللي هي الـ binary waveform دي إلى pin هنسميه pin 1 أيا كان pin 1 ده في المايكرو كنترول. هنوصل البلسز دي الى بين 1 عشان نعد عدد البلسز اللي تحصل على بين 1 في تايم انترفال كابيتال تي. ازاي نحدد التايم انترفال كابيتال تي؟ باستخدام الاوتبوت كومبير مود. يبقى انا في الحاله دي هستخدم الانبوت كابتشر والاوتبوت كومبير توجذر. الاوتبوت كومبير عشان احدد تايم محدد كابيتال تي اقيس فيه عدد الايفنتس الايدجز. الانبوت كابتشر هتعد لي عدد البلسز اللي جايه على البين عدد البلسز دي اللي جايه في التايم ده. دي الفكره الاساسيه. احنا عايزين نعد عدد البلسز فلازم يبقى عندنا عندنا counter. فأول حاجة هنعمل initialization لـ software count. software count the variable في الكود هن initialize it to zero. ووظيفتنا إن إحنا نعمل increment للـ count ده مع كل edge من الـ waveform during الـ time t. يبقى أنا في الـ time t مع كل edge هعد هزود الكاونت ده بواحد. اما تخلص كابيتال تي هتوقف. يبقى الفاليو اللي بيطلع لي في الكاونت
وتمثل عدد الايدجز في كابيتال تي. لو قسمت الكاونت ده على كابيتال تي هيديني الفريكوانسي. لو تي دي بواحد يبقى ده الكاونت هو دايركتلي الفريكوانسي. لو تي دي باثنين يبقى الكاونت ده ضعف الفريكوانسي، يبقى هي اسم على اثنين. لو تي دي بنص، يعني انا استخدمت نص سكند، يبقى الكاونت اللي هيطلع هنا اضربه في اثنين عشان احصل على الفريكوانسي. initialize count ده لي زيرو، وبعدين configure التايمر. احنا احتاجنا input capture واحتاجنا output compare. يبقى في channel هن program it for input capture. الشانل دي هتقيس عدد الادجز اللي جاي على البين 1. يبقى انا لازم اجهز بين 1 انه يستخدم كانبوت. البين 1 ده جي بي اي او داخل عليه بالسز. يبقى انا هكونفيجر ات از انبوت للتايمر. احنا عندنا البين، اي بين في البي سي ار بتاعته. عندنا الماكس فيلد بنحدد هل هو انالوج، هل هو جنرال بيربوز اي او، او اوصله بالتايمر. هنا اقول له وصله بالتايمر، وصله بالتايمر. الالترناتيف اللي هو يوصل بالتايمر، هيوصل البين ده بالتايمر، وفي نفس الوقت هجهز interrupt service routine مرتبط بالانبوت كابتشر الجايه من الشانل دي. الانترب سيرفيس روتين وظيفته ان هو incremental count، بس انه يعمل ايه incremental count. كل ما تحصل ايدج، الايدج دي تعمل interrupt من التايمر. الانترب دي وظيفه الانترب سيرفيس روتين المقابل ليها انه يزود الكاونت بواحد. بعدين محتاجين ان احنا نحدد التايم بيريود كابيتال تي. تايم بيريود كابيتال تي هنستخدم لها الاوتبوت كومبير. الاوتبوت كومبير في النهايه الانترف سيرفيس روتين اللي هيحصل منها وظيفته انه يوقف العمليه، يوقف عمليه العد. خلاص البالس انتهت، يوقف عملية العد، يوقف عملية الانبوت كابتشر، خلاص ما عادش بيعد، والاوتبوت كومبير انتهت بقى خلاص، يعني يوقف الاثنين. احنا عشان نحدد التايم كابيتال تي هنحدده ب النمبر اللي هنحطه في الفاليو بتاعت الشانل اللي هنشغلها output compare channel. ان دي هنحطها في الريجستر الخاصه بالشانل اللي هنشغلها output compare. فكابيتال تي اللي انا محتاجه ده هيحدد لي الان. الان دي بيساوي ايه؟ كابيتال تي على التي سي، على time of the clock. الكلوك دي بتتحدد منين؟ من البداية خالص. when I configure the module، TPM module، بختار له الكلوك. فالtime ده أقسم ده على ده يجيب لي ان دي اطرح منها واحد، هي دي الفاليو اللي هحطها في الريجستر بتاعت الفاليو. طرحت منها واحد ليه؟ سبق وقلنا ان الاوفر فلو بيحصل لما التايمر يصل الى الزيرو. فلو انا حطيت فيه ان عشان يصل الى ال1 هياخد ان كلوكس، لكن عشان يصل الى الزيرو هياخد n بلس 1 كلوكس. فبالتالي الفاليو اللي هحطها في الريجستر
n minus 1. عملت initialization دلوقتي enable الانتربتس. في الأول أنا قلت له disable الانتربتس عشان أعمل configuration وما يحصلش عليا interrupt. بعد ما عملت الconfiguration الproper configuration enable interrupts طول الفترة الزمنية capital T هيحصل مجموعة من عدد من الانتربتس من الانبوت كابتشر، فبالتالي كل مرة الكاونت هيزيد بواحد لغاية ما T تخلص خلاص الانتربتس يتوقف، الأوتبوت كومبير إز ديسيبلد خلاص، بحصل على الكاونت بقسمه على كابيتال تي اللي أنا حددتها في الأول يديني الفريكونسي. The highest frequency that can be measured is determined by how fast the input capture interrupt service routine can count pulses. لأن ما بين كل edge و edge يعني هنا يحصل interrupt service routine وهنا هيتكرر مرة تانية نفس الانتربت، ف it should initialize مرة تانية الانتربت service routine. ده معناه إن معناه ما بين الفترة ما بين ال edge وال edge لازم الانتربت service routine يبتدي وينتهي، يبتدي وincrement الكاونت وينتهي. يبقى how fast the interrupt service routine that is executed بيحدد أقصى سرعة ما بين كل edge والتانية في input signal، وبالتالي بيحدد إيه هي أقصى frequency أقدر أعمل له measurement بالطريقة دي. لو حطيت انت كابيتال تي دي بتساوي 10 ملي سكند، تي بتساوي 10 ملي سكند، بالتالي الكاونت ده ريبريزنت الفريكونسي ان 0.1 يعني الفريكونسي in units of 100 hertz. Units of 100 of hertz. لأن أنت هنا ده 10 ملي سكند. 10 ملي سكند فترة صغيرة. فبالتالي الكاونت اللي هيحصل فيها كاونت صغير. وبالتالي لازم عشان أحصل على in hertz أضرب فيه مقلوب التايم ده اللي هو قاسم على التايم ده. ولو كان ده طلع خمسة، لو انت عملت كاونت طلع خمسة في بيريود 10 ملي سكند معناها ان ده بيساوي اضرب في 100 هرتز، خمسة في 100 لان هنا 10 ملي سكند دي عبارة عن السكند مقسومة على 100، السكند مقسومة على 100، فبالتالي لو طلع لك خمسة معناها الفريكونسي 500. ده how to measure الفريكونسي. لو عايز تعمل measurement للperiodic time، لو كان عندك السيجنال اللي انت بتقيس التايم بتاعها دي with low frequency، يبقى الانسب انك تستخدم measurement للperiodic time ومنه تستنتج الفريكونسي. فهنا هنوصل السيجنال تو بي ميجر على بين. عشان توصل السيجنال على بين، البين ده المفروض ان هو اللي هيعمل انكريمنت للكاونتر بتاعك
كاونتر ده اللي هو بيميجر البيريود، بيميجر التايم بيريود. فعشان اكونكت بين 1 الى التايمر، اول حاجه هنعمل انيبل للكلوك ل البورت اللي هو فيه البين. يعني البين ده لو كان في بورت A هعمل انيبل لبورت A، لو كان واصل ببورت D هعمل انيبل لبورت D. طب حد يفكرنا كده ليه انا تجاوزت ال B وال C وال E؟ احنا عندنا خمسة بورتس A B C D E. انا قلت لو عايز اوصله بال A بورت A هعمل انيبل للكلوك بتاعت بورت A، لو عايز اوصله لل D هعمل انيبل للكلوك بتاعت بورت D. طيب what about B؟ هل ممكن ان انا اعمل انيبل للكلوك بتاعت بورت B او E عشان استخدمها for input للتايمر؟ لا لا، في حالة ايه؟ في حالة ما كنت هستخدم انا البالسز اللي هتيجي دي انها تعمل انتربت، والانتربت ده يعمل انكريمنتال كاونت. ان يحصل انتربت والانتربت ده يعمل انكريمنت للكاونت. واحنا عرفنا قبل كده ان البورت A والبورت D هما التو بورتس اللي ممكن يعملوا انتربت فقط، باقي البورتس ما تقدرش تعمل انتربت. Just it sets the flag. والكود بتاعك هو المفروض يعمل تشيك على الفلاج ده، ولما يلاقيه اسيرتد يعمل له ريست وفي نفس الوقت انكريمنت الكاونت. لكن لو انا هستخدم الانتربت يبقى انا اوصل ببورت A او بورت D فقط، لان هما دول التو بورتس allowed to make interrupts. بعد ما اعمل enable للبورت clock بتاع البورت، ها في البي سي ار بتاع البورت ده بورت A مثلا بي سي ار، هستخدم الترنت 3 اللي هو بيكونكت البين على شغل كاونتر للايفنتس اللي حصل على البين ده. فهنا انا عايز مثلا اعمل ميجرمنت للفريكوانسي بتاعت السيجنال دي. هو في الوقت انا المثال بتاعي اللي انا بشرحه دلوقتي اللي هو measurement للtime period، measurement للtime period. فالtime period بتاعت السيجنال دي هي التايم ما بين two similar edges. لو دي positive edge يبقى من positive edge للpositive edge، نشوف التايم اللي مضى قد ايه. هنا بنميجر ما بين one مثلا rising edge و one falling edge، فدي positive pulse، فانا بعمل measurement للويت بتاع pulse. لكن لو انا عايز اعمل measurement للperiodic time بتاعت waveform يبقى ما بين two similar edges، positive و positive، او مثلا negative d وراها negative d. فانا ببص على two similar edges، either rising edges او الاثنين يكونوا falling edges. فانا هعمل configuration للشانل to capture التايم ما بين two rising edges او ما بين two falling edges. فلازم الاول اعمل enable للclock module. احنا عندنا هنا two modules 0 و 1.
في المايكرو كنترولر. وهنسلكت الكلوك سورس للموديول واعمل كونفيجريشن للشانل. هنا على مستوى الموديول اختار البري سكيلر عشان يناسب الفريكونسي بتاع السيجنال اللي انا بقيسها. بختار المود فاليو احطها في المود ريجستر اللي هي الكاونتر هيوصل لكام وبعدين يريستارت اجين. وبعدين هقول له كابتشر الرايزنج ايدجز او كابتشر الفولينج ايدجز واعمل انيبل تايمر تو ستارت كاونتينج. هنا في الاكزامبل اللي قدامنا ده او الطريقه دي ممكن ما نستخدمش الانتربت, ممكن نستخدم ممكن ما نستخدمش. هنا لو فرض ان احنا ما استخدمناش الانتربتس بعد ما اعمل انيبل للتايمر, التايمر هتستارت كاونتنج اب. لحظه لما يحصل ماتش مع الريجستر دي مع الفاليو اللي انا حطيتها, ويت انتل الشانل فلاج از سيت في الشانل ستاتس كنترول ريجستر. If not using interrupts, لو انا ما استخدمش interrupts استنى الفلاج, اسال على الفلاج لغايه ما يبقى asserted. اول ما الفلاج ده يبقى ب 1 حصل ماتش ما بين الكاونتر وما بين الفاليو اللي انا حطيتها. read the current counter value من الريجستر دي. يبقى حصلت ايدج, استنى الايدج اللي زيها بعدين. اجين نفس الكلام هيتكرر, ويت انتل الفلاج ده بقى اسيرتد اجين وريد الفاليو. اطرح الاثنين من بعض, ده بيمثل عدد الكلوكس اللي حصلت فيه عدد الكلوكس اللي من التايمر بتاعتنا الاساسيه كام. اقرا اللي فيها يبقى تقدر تعرف الفرق ما بين two successive edges similar edges. يبقى ده measurement لـ time periodic time. أقدر أعمل الكلام ده على مراحل متعددة وأخد الـ average لو أنا عايز أعمل averaging. ده example لاستخدام الـ input capture لقياس حاجة فيزيكال احنا عايزين نقيسها. لو عايز تقيس سرعة دوران مروحة زي دي, عايزين نقيس سرعة دوران, فالمحور ده الرياح V السرعة بتاعتها V اللي انا عايز اقيسها, وهي هنا بتخبط في الأطباق دي فبتدور المراحل. الريح بالشكل ده في اتجاه V في اتجاه ده, فدي هتدور كده. السرعة الزاوية أوميجا, لكن سرعة الطبق ده V. الريليشن شيب ما بين أوميجا و V ان V بتساوي الراديوس ده في الأوميجا. لو احنا عايزين نقيس سرعة الرياح V, الطبق ده بيمشي
في اللحظة دي بالسرعة V بتاعت الريح. فنفترض ان لو انا قست الأوميجا دي اضربها في ال R which is fixed يديني سرعة الريح. فانا عايز اقيس سرعة الرياح باستخدام الجهاز ده. فانا عايز اقيس بيلف كام لفة في الدقيقة او كام لفة في الثانية. عايز اقيس الفريكونسي اللي بيلف بيها. ادي الثلاث ريش دول. ادي الثلاث ريش 1 2 3 وده محور الدوران. فلو ده بيلف انا عايز اقيس عدد اللفات بتاعته. فعايز اعمل جنريشن لبالسز. الفريكونسي بتاع البالسز دي يتناسب مع سرعة الدوران. فهعمل هنا ميكانيكال سويتش. ميكانيكال سويتش ده زي ما احنا شايفين داخل على ار سي سيركت. ار سي سيركت دي لما السويتش ده يتفتح او يتقفل نتيجة الدوران ده. الدوران قصده كده ده يفضل يفتح ويقفل ويفتح ويقفل ويفتح ويقفل. لما السويتش ده يتقفل يفرغ السي وبالتالي يديني زيرو هنا. لما السويتش ده يتفتح الشورت اللي هنا خلاص تبقى اوبن. لما دي تبقى اوبن ده يتشحن. لما يتشحن يزيد الفولت اللي طالع من هنا. فالفولت اللي طالع من هنا ده بيتردد ما بين السبلاي فولتج والزيرو فولتج. يدي هنا بالسز. البالسز دي انا عايز اقيس الفريكوانسي بتاعها. الفريكوانسي بتاعها بيمثل سرعه الدوران الزاويه الانجولار فيلوسيتي اوميجا. بس هنا اللي تلاحظوه هنا ان في هنا السويتش ده مع كل ريفوليوشن واضح ان هو بيقفل مرتين. يعني مره مع ده ومره مع ده مره مع ده مره مع ده. يبقى كل تو بالسز بيمثلوا ريفوليوشن واحده. كل تو بالسز بيمثلوا ريفوليوشن واحده. هنفترض ان الروتيشنال سبيد الاوميجا وبالتالي البلس فريكونسي اللي هيطلع من الدوران نتيجة الدوران is proportional to the wind velocity. وانا عايز اقيس الويند فيلوسيتي. هنفترض فيزيكالي انهم الاثنين متناسبين مع بعض. يعني الويند فيلوسيتي تتناسب مع الاوميجا دي. الويند فيلوسيتي V تتناسب مع اوميجا. فلو دي بتدور بسرعة عالية جدا يبقى هنمجر الفريكونسي. لكن لو دي مروحة تقيلة قوي والريح بتزقها بالعافية وبالتالي الفريكونسي بتاع الدوران ده بيكون منخفض. فأنا عشان أقيس الأوميجا وبالتالي أقيس الفي الأصلح إن أنا أعمل ميجرمنت للتايم ما بين أي بلس واللي بعديها. يبقى انا بعمل كلوك سريعه بتمجر التايم بتاع اللفه الواحده اللي هو بيمثل الاوميجا وبالتالي ميجرمنت للفي. فلو الفريكونسي عالي بتاع الدوران هميجر الفريكونسي ويكونفيجر البريفرال التايمر بريفرال از ان ايفنت كاونتر. بقيس عدد البالسز اللي هتجيلي. الايفنت هي بتبقى البالسز. بقيس عدد البالسز اللي هتجيلي في وحدة الزمن. لكن لو دي بتمشي بسرعة بطيئة يبقى انا هشغلها كتايمر. هشغلها كتايمر يقيس الزمن بتاع اللفة الواحدة. الزمن بتاع اللفة الواحدة
وده برضو بيمثل لي الفريكوانسي بتاع الدوران. To solve for wind velocity, ال V بتاعت ال wind بتساوي 2 pi F, F اللي انا عملت لها measurement هنا او هنا هضربها في 2 pi عشان تديني الأوميجا. الأوميجا دي هضربها في الراديوس R, أوميجا في الراديوس R هديني سرعة دوران أي طبق من دول. سرعة سرعة معلش السرعة السرعة الجانبية, السرعة الجانبية بتاعت أي طبق من دول اللي هي نفسها هنعتبر إنها هي نفسها سرعة الريح. سرعة الطبق هي سرعة الريح. يبقى دي application ل input capture. المود الثانية اللي هي ال output compare. ال output compare بتطلع event على pin لما يحصل match ما بين الكاونتر بتاع الموديول والفاليو اللي انا حطيتها في التشانل. التشانل في الاول بعمل لها configuration بفاليو معين. الريجستر الفاليو بتاعتها اللي هي التشانل match value هحط قيمة معينة, والكاونتر بتاع الموديول شغال على طول. شغال يصل الى الماكسيموم ويحصل flag وانتربت وريست للزيرو ويستارت اجين ماشي ورا بعض كده. مع كل ماتش ما بين التشانل وما بين الكاونتر بيدي تشانل فلاج. يبقى احنا عندنا تو فلاجز هنا في الحاله دي. فلاج منهم على مستوى الموديول اللي هو بيقول لك حصل اوفر فلو في الكاونتر وعملنا ريسيت للزيرو, ده فلاج وممكن يعمل انتر, ده الواحد. في عندنا فلاج تاني على مستوى للشانل. الفلاج ده اللي لما يحصل ماتش ما بين الكاونتر اللي هو شغال على طول وما بين الفاليو اللي في الشانل. فلو افترضنا ان الكاونتر بتاع الموديول اهو بيعد from 0 to a maximum value 5, لو انا برمجته لغايه 5 وبعدين يريست للزيرو count up again to 5 وهكذا. لو انا شغلت التشانل دي output compare وخليت الاكشن اسوشيتد مع الماتش ما بين الشانل والكاونتر ده انه يعمل توجل للاوتبوت بين مع اوتبوت كومبير, معناها لازم يبقى اسوشيتد معاه بين. لو انا قلت ان الايفنت اللي تحصل على البين ده هي تكون توجل انه يعكس حاله البين. عايزين نشوف التايمينج دايجرام بتاع اكزامبل زي ده. الكاونتر بتاعنا شغال لخمسة من 0 ل 5 واجين من 0 ل 5. فلو جينا بصينا ان لو كان ده شغال واصل لخمسة وهنا حصل ريسيت للزيرو يبقى الكاونتر اوفر فلو هيحصل هنا. كاونتر اوفر فلو هيحصل هنا. التايمر اوفر فلو فلاج هيحصل هنا لان هنا حصل from 5 نزل للزيرو يديني على مستوى الموديول يديني التايمر اوفر فلو فلاج. على مستوى التشانل لو افترضنا ان انا قلت له الماتش فاليو 2 هو بيعد من 0 ل 5 ويستمر تاني
انا قلت له الماتش فاليو في الشانل حطها بتساوي 2، انا حطيتها بتساوي 2. يبقى لما الكاونتر يصل الى 2 اهو سوري الماتش فاليو 3، الماتش فاليو 3 وصل ل 2 مع الكلوك الجديده هيصل الى 3. هيصل الى 3 انا بقول له ايه؟ بقول له توجل الاوتبوت بين. ادي الاوتبوت بين، الاوتبوت من الشانل اهو. كان اي فاليو، كان 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 بريفيس فاليو ب1، البريفيس فاليو ب1 عند الماتش هقول له توجل تو زيرو، هيفضل مستني على زيرو على طول لغايه ما يحصل الماتش الثاني. الماتش الثاني لما الكاونتر يتحول من 2 يصل الى 3، اول ما يصل الى 3 هيتوجل الاوت. يبقى مع كل تحول من 2 لل 3 في الكاونت في الموديول الاوت هيتحول من ستيت الى الستيت العكسيه، يحصل توجل. والفلاج بيت في الحالة دي عند النقطة دي، نقطة الماتش، هيتحول يبقى asserted وخلاص. هل هيتوجل هنا؟ لا، it will not toggle. انا بقول له toggle the output، لكن هنا الداني قال لي ايه؟ قال لي الفلاج حصل ماتش ما بين channel value وما بين counter ومستمر. هل في حد عمل له ريسيت؟ لا، يبقى مع الماتش الثاني خلاص مش هيحصل معاه اي حاجه. ما حصل مره واحده هيحصل مره ثانيه، ما هو موجود. لو انا عايز اعمل له ريسيت في اي وقت اقدر ابعت له 1، لانه ده رايت 1 تو كلير، رايت 1 تو كلير، يبقى هعمل له كليرنج في اي لحظه، اعمل له كليرنج هيبقى بصفر. مع الماتش الجديدة هيرجع تاني إلى 1، لكن هنا ما حدش عمل له ريسيت، هيفضل مستمر على طول. لكن الأوتبوت فاليو بيحصل لها توجل فروم 1 تو 0 مع أول ماتش، وبعدين التوجل التاني فروم 0 تو 1 مع تاني ماتش، وهكذا مع كل ماتش يعكس. الفاليو اللي محطوطة في التشانل 3، وده عمال يعدي من الزيرو للخمسة، وبعدين من الزيرو للخمسة، ومن الزيرو للخمسة، فهو بيعدي على الثلاثة مع كل واحدة، مع كل بيريود بيعدي على الثلاثة. يبقى مع كل ماتش يحصل توجل، مع الماتش الثاني يحصل توجل، وهكذا. لكن لو أنا شغلته in clear mode، clear mode، هنا شغلته toggle mode، فبالتالي الاوتبوت بيتوجل from 1 to 0 0 to 1 وكرر. لو انا قلت له clear فالاوتبوت من الشانل مع الماتش الاولانيه اهو ايا كانت الفاليو بتاعته هيحصل له ريست، هيحصل له 0 وخلاص، هيستمر 0. يعني هو بقول له clear حتى مع الماتشز اللي جاي بعد كده، مع الماتش الثانية هو زيرو. حصل الماتش هنا يبقى الشانل فلاج هيحصل انه يبقى ترو ايا كانت الفاليو بتاعته، هيحصل بعد كده انه يتحول الى ترو ويستمر ترو على طول. على مستوى الموديول ده، على مستوى الشانل هنا ده، اما على مستوى الموديول فالتايمر اوفر فلو فلاج اهو من الزيرو للزيرو اللي بعده للزيرو اللي بعده هيحصل انه يبقى بوان ويستمر بوان على طول.
بحدد انا الموديل اللي اشار عليها البين هل هي توجل ولا كلير ولا سيت ولا بالس بيزد على الفاليوز بتاعت ال ايدج ولا ليفل ايدج او ليفل سيلكت تو بيتس بيت A وبيت B. تو بيتس دول لو انا اخترت الفاليوز كده بيزد على الموجود قدامنا ده بحدد انا ايه المود اللي اشغل فيها. هنا شغلتها توجل اختار دي, هنا شغلتها كلير يبقى اختار دي. لو عايز اعمل بلس وتنتهي اختار الاختيار ان البي بتساوي واحد. البلس ويث موديوليشن دي اخر حاجه في المودز بتاعت التايمر. لو جينا بصينا للثري كيسز دول باينري ويف فور هاي ولو هاي ولو زي ما احنا شايفين انها بتتحدد بحاجتين. الحاجتين دي هم ايه؟ التايم بيريود بتاع الويف فورم دي تايم بيريود والديوتي سايكل قد ايه هنا ب1 وقد هنا ب0. ده تقريبا هو 50% في البيريود الكامله من هنا لهنا 50% منها ب1 و50% ب0. هنا دي 10% من البيريود ديوتي سايكل 10 هنا ديوتي سايكل 90. الويف فورم دي لو دخلت على لو باس فلتر على لو باس فلتر يعمل فلتريشن للفندمنتال والهارمونكس يتبقى عندك فقط الدي سي يتبقى فقط الدي سي فاليو. الدي سي فاليو بالتاكيد تتناسب مع الديوتي سايكل. الدي سي فاليو هتطلع تتناسب مع الديوتي سايكل. يعني هنا الدي سي فاليو هتبقى صغيره هنا واطيه, هنا الدي سي فاليو هتبقى عاليه قرب الماكسيمم, هنا في النص هتبقى بالنص بالظبط. فانا بعتمد على سيجنال زي دي ان انا اعمل درايفنج للود. اللود ده بيشتغل على الدي سي فاليو بس, واللود ده ما بيعملش ريسبونس للفندمنتال والهارمونكس. يعني هنا دي السيجنال دي بتبقى الفريكونسي بتاعها بالكيلو هرتز بالكيلو هرتز. لو عندنا موتور دي سي موتور, الدي سي موتور ده لن يتأثر بأي فريكونسي في الرينج ده. لما اديله انا فريكونسي اديله بلسز كده سريعه جدا بالكيلو هرتز مش هيتأثر انا بأي انبوت اي اي سي انبوت في الرينج ده, ولكن هيتأثر فقط بالدي سي فاليو اللي طالعه من اي ويف فورم دي. فانا بعتمد ان اللود اللي جاي هو لو باس فلتر بيفلتر الفاندامنتال والهارمونكس ويبقي فقط على الدي سي. فانا بعمل موديوليشن فبقدر اغير الدي سي فاليو بتغيير الديوتي سايكل. الديوتي سايكل دي بغيرها بتغيير فاليوز في التايمر. يعني التايمر بتحدد لي حاجتين, بتحدد لي البيريود بتاع البلس ويث موديوليتد سيجنال وبتحدد لي الديوتي سايكل بتاعتها. دي سلايد بتوضح عمل البلس ويث موديوليشن في التايمر باستخدام التي بي ام. تي بي ام موديول تايمر بلس ويث موديوليشن موديول ازاي بيستخدم في جنريتنج
PWM signals. في two modes. المود الأولانية edge aligned والثانية center aligned. الـ edge aligned دي is selected لما بستخدم الكاونتر في الموديول ده counting up فقط. Counting up وبعدين reset للزيرو. Count up again وreset للزيرو. Center aligned لما بستخدم counting up and down. إن هو الكاونتر بيكاونت اب للمود فاليو وبعدين مش ريسيت لزيرو بقى لا كاونت داون تو زيرو هو بيكاونت اب للمود فاليو then start counting down to zero وريبيت فدي الحاله الاولانيه الدياجرام ده بيوضح الحاله الاولانيه واضح اهو اتس باينري واي فورم بقدر انا اتحكم الايدج دي تيجي فين يعني البلس دي الويت بتاعها قد ايه ومن هنا لهنا قد ايه يعني البيريود بتاع البلس مش البلس البيريود بتاعه الويف 4 طولها قد ايه انا بتحكم فيه والبيريود بتاع البلس داخلها داخل البيريود بتاعه الويف 4 انا بقدر احددها امتى ما بين الايدج بتاعت الويف 4 والايدج اللي بعديها ده بيمثل الكاونتر اوفر فلو الكاونتر اللي هو في الموديول في التي بي ام موديول الكاونتر ما بين كل اوفر فلو والتاني بيمثل البيريود بتاع البلس ويث موديوليشن لحظه الماتش ما بين الكاونتر والمود ريجستر في التشانل بيغير الستيت بتاعت الاوتبوت اللي طالعه من الشانل فده بيتحكم في الديوتي سايكل فانا بتحكم في البيريود بتاع البلس ويث موديوليتد سيجنال باستخدام الكاونتر فاليو اللي في الموديول لكن الديوتي سايكل بالفاليو اللي موجوده في الشانل على مستوى للشانل الادج الايند بستخدم انا الكاونتر كاونت اب فكاونتر كاونت اب بحط هنا البيت دي في كنترول ريجستر بتاعت الموديول بحطها بصفر لكن لو عايز اعمل count up and down بحطها ب1 عايز استخدم المود بتاعت pulse width modulation على مستوى للشانل فبحط هنا 1 و0 في التو بيتس دول بحط 1 و0 اهو نفس الحكايه برضه 1 و0 هنا pulse width modulation وهنا pulse width modulation بس هنا دي edge aligned ودي center aligned counting up and down في المثال اللي قدامنا ده اللي هو center aligned انا حطيت المود فاليو في الموديول ريجستر دي حطيتها بثلاثة والشانل فاليو حطيتها هنا برضو بثلاثة ليه؟ عشان احصل على duty cycle 75% 75% معناها ان من هنا لهنا اللي هي ما بين كل كاونتر اوفر فلو كاونتر على مستوى الموديول كل كاونتر اوفر فلو بيحصل بعد 3 بلس 1 احنا قلنا ان عشان الكاونتر يحصل فيه اوفر فلو لازم له كلوك كمان عشان توصله للزيرو فهو بيعد from 0 to 3 وبعدين بعد كده يصل الى زيرو مره ثانيه فبالتالي المود فاليو بحطها 3 والتشانل فاليو بحطها 3 التشانل فاليو 3 ادي يعني هنا
ما بين النقطة دي والنقطة دي 3 clocks، لكن البيريد الكاملة دي 4 clocks، أزيد من دي بثلاثة. المود فاليو بلس 1 يديك البيريد الكاملة دي 4، والويدث بتاع البلس 3، فالنسبة 3 إلى 4 اللي هي 75%. ده في حالة الـ Edge Aligned. في حالة الـ Center Aligned فهو بي Count Up يعني، وبعدين يرجع Count Down. Count Up وبعدين Count Down. فهنا الـ Period دي بتاعت الـ Count Up From Timer Module Counter وصل للزيرو، هاي count up to the maximum value هنا دي. The maximum value هنا اخترتها 5، فهو from 0 to 5 6 clocks counting up، وزيهم برضو 6 clock counting down from 5 to 0 again from 0 to 5 ويكرر تاني. فلو حطيت انا في المود فاليو 5 وحطيت انا في التشانل فاليو حطيت 2، فهو وهو في الفتره دي هو بيكاونت داون فروم 5 تو 0 عند النقطه دي اللي هي فروم 2 تو 1، وصل الى 2. اما يصل الى 2 هنا هيبتدي البلس، وهنا برضو لما يصل الى 2 الادج الثانيه، يبقى هنا الماتش ما بين الشانل فاليو والكاونتر فاليو. هنا حصل ماتش، ده النكست ماتش، فهنا بيبقى ب1 يرجع مع النكست ماتش يبقى ب0 وهكذا. فبالتالي البيريود الكامله بتاعت اللي بتتكرر البيريود اللي هي من هنا لهنا، هنا كاونت داون وبعدين كاونت اب وبعدين ريبيت، فالبيريود الكامله دي بتساوي توايس المود فاليو. توايس المود فاليو هنا بتبقى دي 10، انا اخترتها 5 فدي هتبقى 10. كل ماتش هنا عند الاثنين وهنا عند الاثنين، فالماتش ده هيبقى توايس الشانل فاليو، وبالتالي الديوتي سايكل بتساوي الويدث بتاع البلس اللي هو 2 في 2 على الويدث بتاع السيجنال كلها على بعضها اللي هي 2 تايمز 5، يبقى هنا عندنا 40% ديوتي سايكل. الملحوظه اللي نلاحظها هنا ان طالما ده بي كاونت اب and then count down، فبالتالي المود فاليو must be kept in the range of من واحد لغاية أقصى حاجة ما أقدرش أوصل للـ FFFFF، لا نصها، يصل إلى نص الفاليو دي. يعني هنا هو دي نفس الدياجرام هو اللي فات في حالة الإدج ألاين، بس دي تفاصيل بقى بتاعت اختياراتك للبيتس، how to configure the channel. count up هنا count up and down. البيريود اتفقنا بنسوي المود بلس فاليو بلس 1، المود بلس 1 لو اخترنا 3 المود 3 يبقى البيريود 4، لكن هنا البيريود بتساوي توايس المود فاليو. توايس المود فاليو، فبالتالي المود فاليو ما ينبغيش انها تزيد عن اف 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 7 اللي هي النص الماكسيمم اللاود فاليو. احنا عندنا
الريجستر بتاعت الفاليو دي 16 بيتس. الريجستر دي 16 بيتس يعني 4 هكساديسيمال ديجيتس. انا بصل الى توايس الفاليو دي، فبالتالي ما احطش فيها اكتر من النص، نص القيمه الماكسيمم الالاود في المود اللي هي دي. يعني الموست سيجنيفيكانت بيت لازم تكون هنا بزيرو اقصى حاجه. البالس ويث هنا هي بتكون عدد الفاليو بحطانا في التشانل فاليو ريجستر. البالس ويث هنا بيساوي توايس الفاليو بحطها في التشانل فاليو ريجستر. فبالتالي الديوتي سايكل بتساوي الفاليو دي على الفاليو دي، وهنا بتساوي 2 دي على 2 دي اللي هي بتساوي التشانل فاليو على المود فاليو. الفرق هنا بواحد بس ما بين دي ودي، الفرق بواحد. اختياراتك بقى لل A والB في تحديد المود اللي تشار عليه التشانل هنا، ترجع للمانيو هتلاقي دي ب1 و0 ودي باي حاجه 1. لو انت عايز هاي ترو بالسز او لو ترو بالسز، يعني لو انت استخدمت قلت ايه هي دي اللو هي دي ترو ودي هي الفولس او العكس، اخترت دي او اخترت دي. وهنا اختياراتك دي هي نفس الاختيارات اللي هنا، اللي هي true pulses أو low true pulses ولا high true pulses. دي pulse width modulation. pulse width modulation application اللي هي اللي انت عايز تعمل مثلا driving لموتور. الموتور ده إما يكون DC موتور بتتحكم فيه السبيد بتاعته، فبالتالي الأفريج هنا ده DC value اللي بتطلع حسب الديوتي سايكل بتمثل الدي سي اللي داخل على الدي سي موتور، وبالتالي كل ما بترفع كل ما السرعه بتزيد، فده سبيد كنترول. سبيد كنترول. لكن لو انت عايز تستخدم بوزيشن كنترول، بوزيشن كنترول بتستخدم سيرفو موتور. فبتاخد سيرفو موتور، سيرفو موتور برضو نفس الحكاية، بتحط له دي سي فاليو. الدي سي فاليو دي البوزيشن بيتناسب مع الدي سي فاليو اللي بتحطها. كل عايز تدوره انجل زيادة بتزود الدي سي فاليو اللي هنا، وبالتالي بتزود الديوتي سايكل بتاعت البي دبليو ام. فده الكونكشن اللي هو يعني تيبيكال كونكشن ل موتور كنترول. هنا سيرفو موتور بوزيشن كنترول. انا بحط ان هوت انالوج سيجنال اتحكم بيها، انا عايز ادور الموتور انجل قد ايه عن طريق التنشومتر ده، ازود ونقص، ازود ونقص الانجل باستخدام البوتنشومتر ده. فبالتالي بدخل هنا انالوج سيجنال على المايكرو كنترولر. الانالوج سيجنال دي المفروض ان المايكرو كنترولر يقراها عن طريق ال A to D converter بتاعه، ياخد فاليو. الفاليو دي هتنعكس على قيمه الديوتي سايكل اللي هيحددها تطلع تعمل كنترول على السيرفو موتور. فدول متوصلين على جراوند واحدة، الموتور والمايكرو كنترولر. بحدد أنا الأنجل بتاعت السيرفو موتور عن طريق بوتنشيومتر هنا، ده يقراها أنالوج سيجنال ويحدد الديوتي سايكل يطلعها على سيرفو موتور، وبالتالي الدي سي فاليو اللي طلع على سيرفو موتور بتحدد البوزيشن بتاعه. يعني دول تيبيكال فاليوز ل البيريود دي والديوتي سايكل او البالس ويدث. هنا تيبيكال فاليوز بتكون بالشكل واضح ان احنا هنا بنستخدم سيجنالز البيريود بتاعتها بالملي سكندز، وبالتالي الفريكونسي بالكيلو هرتز.
الفريكوانس بتاع الكيلو هرتز ده طبعا اي ميكانيكال سيستم زي الموتور ده الكتروميكانيكال سيستم it will not respond لحاجه بالكيلو هرتز it will respond only to the average of this periodic signal. الامبيد انا اظن ان انتم برضو عديتوا عليها في السكشن الامبيد الامبيد انترفيس فور بلس ويث موديوليشن هنمر عليها سريعا كده والتايمرز تايمرز والبلس ويث موديوليشن يعني احنا دلوقتي خلصنا احنا دلوقتي نعتبر احنا خلصنا الفيتشرز كلها بتاعه التايمرز في الام سي يو بتاعنا اخذنا سيستيك رايت واخذنا البيريوديك انتربت تايمر واخذنا ال تي بي ام اللي هو التايمر والبلس ويث موديوليشن وليها 3 مودز 3 مودز اوف اوبريشنز لما نيجي هنا نبص على استخداماتها من خلال الامبيد هنلاقي كتير من الفيتشرز اللي احنا شفناها دي غير ظاهره هنا يعني هنا الامبيد ما بيخشش في كل التفاصيل دي بسبب ايه بسبب ان هو المفروض ان هو بالديفلوبمنت لمجموعه كبيره جدا من المايكرو كنترولرز وبالتالي مش كل الفيتشرز بتاعه التايمرز في كل المايكرو كنترولرز هي هي فهو بيديك فيتشرز عامه لاستخدامات التايمرز واستخدامات البلس ويث موديوليشن وبيديك الاي بي ايز اللي هي تشتغل على الفيتشرز العامه المشتركه ما بين كل دول لكن التفاصيل بتاعه كل واحد منهم لو اخترت انت بورد معين مايكرو كنترولر معين فبالتالي انت مش هتقدر تستخدم الامبيد فيتشرز بس او امبيد اي بي ايز بس لا هتضطر انك تستخدم السي ام سيس الخاصه بال الديفايس بتاعك وكمان ممكن انت ايه تنزل وتعمل لنفسك انت الاستراكشر خاص بحاجات معينه داخل المايكرو كنترولر عشان تقدر بنفسك ان انت تصل الى كل الفيتشرز الممكنه في المايكرو كنترولر اللي انت اخترته. فالامبيد بيتيح لك ان انت تستخدم الفيتشرز الاساسيه اللي هي موجوده مع اي تايمر وموجوده مع اي بلس ويث موديوليشن. فمن خلال embed timer you can ده timer دي دول timer في embed pulse width modulation وفي هنا timers you can create start stop read timer you can create a timer you can start it you can stop it you can read the value فيها ف الفانكشنز المختلفة مع التايمر you can start a timer بالفانكشن دي الـ API ده you can stop it you can reset it reset timer to zero you can read the value as a float value you can read it in seconds أو read in milliseconds أو read in microseconds Okay. Okay.
الصوت. الصوت فوق، الصوت واصل لتحت. الفئة ممكن تفهم البلد، تفهم البلد عشان الصوت. فدول الـ APIs الأساسيين المستخدمين مع أي تايمر. ده very simple example عشان يقولك إيه، بيقولك إزاي تحسب التايم اللي بيستغرقه printing a message. لو عندك message يبرنت على الستاندرد اوتبوت بتاع السي، فعايز يعرف التايم من ساعه ما عملت بدايه البرنت لغايه ما خلص. ف يو انكلود الامبيد هيدر فايل، يو كرييت التايمر، تقول تايمر وتسميها انت اسم انت عايزه، تي تايمر تي. المين فانكشن You start a timer. You do a message. ابعت المسج. و stop التايمر. التايمر شغالة في خلال ال print f دي. التايمر شغالة. You start it. You stop it. Start it من الزيرو. Stop it للفاليو اللي توصل لها. وبعد كده بتطبع value in seconds. The value in seconds دي اللي هي التايمر object read the value اللي موجودة فيه. Read the value تديك time عند وقت الستوب. يبقى دي start method, stop method ودي value. You read the value اللي فيها. من خصائصها التايمر ان هو بيستخدم الريال تايمر اللي موجود عندك، بس على انها 32 بيتس، فبالتالي ده الماكسيمم فاليو اللي تقدر تحصل عليه ان مايكرو سكندز، فبالتالي الماكسيمم 30 minutes. For longer times انت بتستخدم function اخرى اللي هي time of ديك الريال تايم clock. فواضح ان ال embed API هو بيستخدم ال timers بتاعتك بطريقة انت مش شايفها، لان هو بيعكسها لك على انها 32 bits integers، بينما في الواقع التايمرز اللي موجودة عندك they are not 32 bit integers. التيك تايمر، التيك تايمر اللي بتديك periodic pulse, periodic interrupt. You need to associate or attach a function to this interrupt. You start the tick timer with values معينة and associate معها function. The function دي هتتنفذ مع كل tick. Generate
periodic interrupt repeatedly, or call a function at a specified rate. فهنا attach a function. تمام. و define ال period بتاعة ال interrupt. float t معناها ان t ده given in seconds. attach t in seconds وt given as a float variable. attach microsecond you give it time as an integer representing the period بتاعت ال interrupt in microseconds. ده integer in microseconds وده float in seconds. بتعرف الفانكشن ازاي؟ فبتعرفها البوينتر يو جيف يو باس البوينتر بتاع الفانكشن ده. يو باس البوينتر تو ذيس فانكشن تو بي ريبيتد افري تي سكندز. ده هاو تو اتاتش ا فانكشن تو ذا تيك تايمر وده هاو تو ديتاتش دي اتاتش. detach معناها خلاص الرابطة اللي هنا دي خلاص افصل بطل خلاص تجنريت interrupt تجيب الفانكشن دي يعني الفانكشن دي خلاص افصلها عن ال interrupt ده. دي اللي هي in gray دي مش هنبص فيها. طريقة أخرى برضو to attach a function to an interrupt جاي من التايمر بس الفانكشن اللي هنا دي بتبقى ممبر من كلاس اخر. احنا يعني يا دوب علينا نعرف how to attach a function to this interrupt. ده اكزامبل ليها. الهدف من التوضيح اللي جاي في الاكزامبل ده ان تستخدم التيكر تعمل interrupt to invert a LED repeatedly on off. تمام. include the embed header file. الفانكشن جنريت اللي هي الفانكشن تيكر هسميها فليبر. تمام. وعندنا ديجيتال اوت اخذناها قبل كده على ليد 1 هسميها انا ليد 1 اتاتش تو دي 5 و another LED, LED 2, attach it to D8. هجيب function هنا, هسمي function هنا, LED 2 inverted. Just, لو كان ب1 خليه ب0, لو كان ب0 خليه ب1. الفانكشن دي هي اللي هتتنفذ مع كل تيك. مع كل تيك هي invert LED 2. LED 2 ده هيعمل له inversion. المين فانكشن بت initialize led 2 to 1. دي عملية ال initialization. initialize led 2 to 1 و attach الفانكشن دي او البوينتر تو ذيس فانكشن اللي هي flip
attach it to Flipper. Flipper اللي هي التيك تايمر بتاعتنا. Attach ليها الفانكشن دي every قد ايه؟ Every 2 seconds. يبقى التيكر كل 2 seconds هتديني interrupt يروح ينفذ الفليب فانكشن. الانفينيت لوب اهي. الانفينيت لوب دي بتعمل ايه؟ بتشتغل على ليد 1 فقط. ليد 1 اللي هو attached ل دي 5. ليد 1 بتعمل له انفيرجن كل 0.2 seconds لان هنا في ويت فانكشن. فهنا كل 0.2 seconds بيقلب ليد 1 وهكذا ما بيغيرش. يعني اقصد ما بيعملش حاجه غير كده. فإذا كان هو ما بيعملش حاجة غير كده، طب أمال فين الفانكشن بقى اللي هي بتقلب الـ ده بيقلب ليد 1. ليد 2 بيقلب مع الفانكشن دي. ليد 2 بيقلب مع الفانكشن دي لما يحصل انترنت. فأنا هنا داخل الوايل لوب ما فيش حاجة خالص ريليتد لليد 2. ليه؟ لأن ليد 2 هيتغير صح في الوقت هنا لما يحصل انترنت. كل ما يحصل انترنت ولما يحصل interrupt كل قد ايه؟ كل 2 seconds بيروح ينفذ الفانكشن دي اللي هي بتعمل flip ل led 2. ف led 1 هيشتغل هنا هيحصل له inversion في المين تاسك هنا و led 2 هيحصل له flipping في الانترنت. كل ما يحصل interrupt ف led 2 هيتغير كل 2 seconds بينما led 1 هيتغير كل 0.2 seconds. بالنسبة لل functions associated ب pulse width modulation we create the function اللي هي pulse width modulation وassociated مع pin لأنها output فassociated مع pin. السيجنال اللي تطلع ال PWM signal لازم تطلع لي على pin. create هنا ال pulse width modulation set the output duty cycle عن طريق ال write دي. وفي هنا في اللي بعديها هنشوف هنا برضو الـ Pulse Width Modulation بقدر أتحكم في الـ Pulse Width هنا. يعني الـ Functions دي ودول مع بعض ممكن يستخدم يا دي يا دي. هنا لو أنت عملت Creation للـ PWM عملت Creation للـ PWM وassociated مع فين بتحدد هنا الـ Period بتاعتها in milliseconds أو in microseconds. microseconds هنا أو milliseconds تحدد الـ period. وممكن تحدد أو لازم تحدد الـ pulse width قد إيه. pulse width قد إيه. هنا in seconds ms you define it in milliseconds. هنا بتديفاين الـ pulse width in microseconds. نرجع دي. You create PWM with association مع pin معين. If you use write, you are writing a duty cycle. The value دي from 0 to 1. 0 معناها 0% duty cycle. 0. ال 1 معناها 100% duty cycle. الـ 0.5 يعني 50% duty cycle. You can write a duty cycle. You can read a duty cycle اللي هي كتبتها آخر مرة اللي أنت مشغل عليها الـ PWM. You can suspend
PWM, you can resume PWM. فده تشغيل البلس ويث موديوليشن. الاكزامبل ده زي ما هو مكتوب هنا بيغير شده الاستضاءه اللي طالعه من ليد. في ليد بغير الاضاءه بتاعته. ازود بيضيء بشكل لامع او اخفض الاضاءه اللي عليه. ف بجنريت او بكرييت بلس ويث موديوليشن بي دبليو ام اوبجكت associated مع هسميه انا ليد associated مع دي 5. اللوب اللي هنا دي بتفضل تزود الاليمينيشن بتاع الليد وترجعه للصفر تاني وتفضل تزود وترجعه للصفر تاني وهكذا. ففي variable هنا اللي هو بيمثل elimination هبتدي من zero floating value from zero to full اللي هي one from zero to one والstep point one from zero to one with steps point one each. هقول له led اللي هو ال pulse width modulation اللي متوصل بال output D5 الليد بتساوي P wait for 0.1 second. يبقى هو كل second بيصل من elimination 0 to full elimination وبعدين يرجع يطفي تاني وبعدين يرجع يزوده تاني ويرجع يطفي تاني وهكذا. الاكزامبل ده برضو ليد. الليد هنا بس باب بلينكينج ليد اللي فات كان تغيير الاستضاءة بتاعته لكن ده هنا لا بلينكينج اون اوف اون اوف on off بديوتي cycle بديوتي سايكل 50% يعني 50% of the period on 50% of the period off. فبعرف البلس ويث موديوليشن اوبجكت اسوشيتد مع ليد 1 انا بسميه عندي ليد. بحدد البيريود عندنا البيريود والبلس ويث بحدد الاثنين. فانا بحدد البيريود فور سكندز رايت فيها 0.5 يعني ديوتي سايكل 0.5 50% خلاص هو بيشتغل. حددت انا البيريودز وحددت الديوتي سايكل بس عملت initialization while one ما بعملش حاجه خالص just wait لان انا عملت initialization وسبته يشتغل يعني التايمر هيفضل شغال ال PWM هيفضل شغال مش محتاج تدخل مني كل شويه ان انا اقول له set it 1 set it 0 1 0 لا I define the period with duty cycle leave it let it go
ده آخر كلام لينا عن موضوع التايمرز، وبعد ربع ساعة هنتقابل، هنبدأ موضوع جديد، هنعمل مقدمة للسيريال كوميونيكيشن. حد عايز يقول أي حاجة؟